بهدف تحسين القطاع الزراعي بمحافظة حمص والتعريف بالمستلزمات الزراعية الحديثة، أقامت غرفة زراعة حمص بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي معرضاً زراعياً دعماً للمنتج الوطني. هدفها هي تعريف الأخوة المزارعين والأخوة الفنيين عن سمية المبيدات والمكافحة الحيوية كبديل عن استخدام المبيدات، إضافة لثباتية المحلول في المبيد في محلول الرش. إيصال المعلومات الفنية الصحيحة للأخوة للفنيين لمعرفة تطبيقات المكافحة الحيوية الصحيحة بهدف الوصول إلى منتج سليم وصحيح وجيد ذو مواصفات جيدة تفيد الأخوة المزارعين. احنا الهدف الندوة اللي عم نساويها حاليا إقامة معرض زراعي مصغر لتعريف الأخوة المزارعين على المكافحة الحيوية وعلى رش المبيدات والتعليمات كيف رش المبيدات قدر الإمكان للاستفادة من تقليل الرش. ضم المعرض مبيدات وأسمدة ومخصبات زراعية ومعدات وبذور بمشاركة 10 شركات متخصصة. نحن بهالمعرض هذا بمبادرة رائعة من غرفة الزراعة من نقابة المهندسين الزراعيين بحماص والشركات الخاصة، نحن بشركة الرافدين والتي هي أحد الشركات الرائدة بالقطر، وبيد بيد مع المزارع في ظل هذه الأزمة نعمل على رفع سوية المنتجات الوطنية في ظل الهجوم الغادر على سوريا. نحن شاركنا بهالمعرض لنثبت انه نحن ساتنا موجودين قادرين على العطاء وان شاء الله صامدين بهالبلد ومن احسن لاحسن. نحن موادنا بشركتنا متخصص بالمخصبات العضويه، مخصبات تربيه، اسمده ورقيه، مبيدات صحه عامه. احنا الزراعه بشكل عام هي اليوم اهم انتاج للبلد خلينا نسميه، فراح نحاول قد ما فينا نقدم شيء متطور من ناحيه الزراعه، من ناحيه المواد الجديده. عم نعرض دائما مواد يعني خلينا نقول احدث ما تطور وتوصل اليه العلم. تعريف المواطن على اختلاف شرائحه، مزارع، مهندس، إداري، بقطاع الزراعة، بالمواد الموجودة حاليا عندنا بالأسواق، بذور، أدوية، أسمدة، معدات. إقامة المعرض بحمص هو مثل إعادة إحياء النشاط الزراعي في حمص بعد فترة طويلة من الركود، هو إعلان لكل المزارعين ودعوتهم لإعلامهم أنه المستلزمات توفرت كلها موجودة والبلد الحمد لله فيها كل المواد. تعتني باستيراد البذور وتطعيم شتول الخضار مشان مقاومة الأمراض بالأراضي السورية، وهذا شيء كتير مهم حتى نقلل استعمال المبيدات والأسمدة اللي بتضر بالإنسان وبالبيئة. سبق المعرض ندوة حول المبيدات والتطبيقات الحديثة في المكافحة الحيوية والتعرف على طرق رش المبيدات، وتخللها مناقشة المشكلات التي يتعرض لها المزارعين وسبل حلها.